اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات سير العمل في سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرمائية في تنزانيا الذي ينفذه تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك بإشراف الحكومة المصرية ويعد أضخم مشروع تنموي يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا حيث يساهم في توليد ضعف حجم الطاقة المتوفره حاليا في البلاد ومن ثم يمثل نموذجا يحتذى به في التعاون المثمر الذي تحرص عليه مصر مع اشقائها الافارقه نحو البناء والتعمير لصالح جميع الشعوب الافريقيه كما شهد الاجتماع تناول موقف الأعمال الجارية في عدد من المدن الجديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة، بالإضافة إلى متابعة المشروعات المتعددة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التكامل المستمر بين التحديث والتنمية في كافة ربوع الوطن، جنبا إلى جنب مع استعادة الوجه الحضاري اللائق للقاهرة وصون الطابع الخاص لجميع المواقع ذات قيمه التاريخيه على مستوى الجمهوريه كما اطلع كذلك على مستجدات العمل في مشروع التجلي الاعظم فوق ارض السلام بمدينه سانت كاترين في سيناء حيث وجه سيادته في هذا الشان بالاهتمام بكافه التفاصيل الخاصه بالمشروع بحيث تصبح تلك البقعه المتفرده مقصدا عالميا للزائرين من شتى انحاء الارض وذلك من خلال مواصله تنفيذ ذلك المشروع المتكامل الذي يراعي معايير الاستدامه البيئيه العالميه ويحافظ على التراث المعماري ويعلي من القيمه الروحيه للمنطقه كملتقى للاديان وارض للسلام